أخبار اليوم. روشتة طبية للسليم عشان يحافظ على نفسه عشان ما يتعرضش لتجلط الدم. هنقول له 1 2 3 بنعمل كذا وما نعملش كذا. الحياة الصحية هي نمرة 1 الرياضة، الحركة المستمرة، والبعد عن الكسل وعدم النشاط. دي نمرة 1. احنا بنتكلم على نص ساعة مجهود حركي كل يوم، دي نمرة 1. نمرة 2 الامتناع تماما عن التدخين، لا كل شهر سجارة ولا كل مش عارف شهر شيشة، الحاجات دي مرفوضة. وعايزين بقى الأجيال الجديدة كلها تبقى يعني أجيال تطلع وهي عارفة أن التدخين ده حاجة عادة اجتماعية سيئة جدا وعادة صحية مضرة. نمرة 3 طبعا هو الأكل الصحي. محتاجين نعرف أن في كتير قوي من الأكل اللي احنا بناكله ما هوش صحي. السمنة الصناعي، كنت لسه بتكلم مع أحد الزملاء ان السمن الصناعي اتضح ان هو اخطر واشد فتكا من السمن البلدي اللي احنا كنا زمان بنخاف ونقول مليان كوليسترول. دي زيوت مهدرجه بتتفاعل مع انسجه الجسم، ممكن تسبب تصلب الشرايين. اصح حاجه لو حبينا نتكلم عن الزيوت هي الزيوت النباتيه السائله زي زيت الزيتون او زيت الذره او زيت عباد الشمس، بينما السمن الصناعي اللي هو رخيص للاسف بيتباع رخيص جدا لكن مضر جدا.